داليا مبارك تتحدث عن أسباب انفصالها، ولأول مرة تكشف تفاصيل عن علاقتها بزوجها الأمريكي، وتحدثت بصراحة عن إمكانية عودتها له مجدداً، ولم تخجل من الحديث عن المواقف الصعبة التي عاشتها. كانت الفنانة داليا مبارك ضيفة برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية. كشفت داليا السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها الأمريكي ستاركس. ووصفته بالأب والصديق الرائع، وأكدت أنه كان زوجاً متعاوناً ويساعدها في البنات، لكنهما كزوجين لم يكن هناك توافق كبير بينهما. وعن إمكانية عودتها له مرة أخرى بعد الانفصال، أكدت أنها لا تعتقد أنه من الممكن القيام بهذه الخطوة، خاصة وأنها سعيدة بخطوة الانفصال، وأصبحت حياتها أكثر هدوءاً واستقراراً. داليا مبارك تعرضت لانتقادات عديدة في حياتها، لكنها أكدت أن أقصى نقد سمعته جعلها تعيش في حالة نفسية سيئة استمرت 6 أشهر تقريباً، وذلك بعدما اكتشفت أن ما يقال في وجهها كان عكس ما يقال في ظهرها. مرت داليا بالعديد من المواقف الصعبة في مشوارها الفني، لكنها كانت تتلقى الدعم الدائم من عائلتها حتى تستطيع الإبداع واستكمال مسيرتها الفنية. كان أبرزها رحيل والدها قبل مشاركتها في أوبريت سند الخير، لكن والدتها شجعتها على الاستمرار في المشاركة وتقديم الحفل في موعده، لأن ذلك الحفل كان خيرياً وتم تنظيمه لصالح الأيتام.